الريفيرت بين، ايه هو الريفيرت بين وازاي بيحصل؟ اول حاجه عندنا الديفينيشن والسبيشال ديسبليسمنت اوف البين سنسيشن. سبيشال ديسبليسمنت اي الانتقال المكان، يعني البين او الانجري بيكون في مكان بيحصل له انتقال لمكان تاني خالص ملوش علاقه بموضع الاصابه. ازاي بنفسر الظاهره دي؟ بنفسرها عن طريق نظريه بنسميها الكونفرجنس بروجكشن هايبوثيسيس. ازاي بتحصل؟ يعني احنا عندنا هنا البين باسوي، اول حاجه النوسيسيبتورز او البين ريسبتورز اللي بتكون موجوده في السكين او الفيسكس او السوماتيك ستراكشر بتنقل لي البين عن طريق الافرنت نوسيسيبتورز، بتروح للدورز بروت جانجليون لللاترال هورن اوف الجريمتر اوف السباينال كورد، بتكمل لي كا سكند اوردر نيرون اللي بتكروس السباينال كورد تو ذا اوبسيت سايد عشان تكمل لي كا انترو لاترال اكزونز او الاكزونز اوف اللاترال سباينال سيرامك تراك اللي بينتهي لي في السيريبرال كورتكس. الفكرة كلها في الكونفرجنس او التجميع في الاكسونز او الافرنت نوسيسيبتورز في منطقة اللاترال هورن في الكريمتر في السباينال كورد، بتتجمع لي في المنطقة دي وبتكون لي بس السكند اوردر نيرون او البين بروجكشن نيرون، يعني مفيش، يعني الاتنين بيتجمعوا لي في سكند اوردر نيرون واحد او بين بروجكشن نيرون واحد عشان يروح للسريبرال كورتكس في السوماتو سينسوري اريا المسؤولة عن تحديد مكان البين او السايت اوف البين. وبالتالي البرين ما بيبقاش عنده المقدرة ان هو يحدد لي السايت بتاع البين، هو جاي لي من الفيسكس ولا جاي لي من السكين، وبالتالي بتكون البين في الفيسكس والبين بيترجمه على انه في المكانين، بيكون في الفيسكس او السكين بيترجم كده في البرين لان هو ما بيبقاش عنده قدرة على التمييز. يعني مثلا الهارت والسكين بتاع اللور نيك والليفت شولدر واند الانر ارم الاتنين بيتغذولي او بتجمع للاعصاب بتاعتهم في سي 8 لتي 4، وبالتالي البرين ما بيبقاش عنده المقدرة على ان هو يعرف موضع الاصابة فين في الهارت سواء حصل فيها ام اي ولا في السكين. وبالتالي لما بيحصل لي ام اي بيسمع لي البين بتاعها في السكين بتاع اللور نيك والليفت شولدر.